السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي الكرام، مرحبا بكم في قناة مطبخ داري. اليوم غادي نقدم لكم كيفية تحضير بيتزا سريعة وفي المنزل ديالكم في الفرن. إن شاء الله غادي نبدأ. وغادي نحتاج زلافة كبيرة ديال الفرص، ما يعادل 150 غرام. غادي نحتاج كاس ديال العنبة ديال القمح الممتاز. بغيتو تكتفيو بالفرص بوحدو اكتفيو، انا كنفضل اني نزيد هذا الكاس ديال القمح الممتاز. غادي نحتاج ملعقه صغيره من الخميره الفوريه، شويه ديال الزعتر، ملح، وملعقه صغيره من السكر، وملعقتان ديال زيت الزيتون، عفوا زيت المائده، ملعقتان ديال زيت الزيتون. ما غادي تحضر معايا، غادي ندير بسم الله على بركة الله. غادي نوضع الدقيق الأبيض، نحاول نمزجهم. يعني دائما ولفوا أنكم تضيفوا الدقيق الممتاز لجميع انواع الاطعمه ديالكم، وخضفوه بكميه قليله. الفورس ما مزيانش بزاف المعده، بغيتي تضيفوا حتى يعني القمح ديال الدار اللي مطحون يعني الزرع، صوبوه. غادي نضيف الخميره والسكر، الزعتر غادي نديرو في الدياكا وغادي نحكو بهذه الطريقه. غادي نضيفو انا غير في لاباط، ما غاديش نديرو في صلصه الطماطم، كيدي كيضيفو في صلصه الطماطم. انا ما كتعجبنيش النكهه ديالو بزاف، كنضيف القليل غير في. غادي نضيف ملعقه كبيره ديال زيت الزيتون كما كتشوفوا معي، انا نضيف ثلاثه. يعني بغيتي حتى اربعه خمسه، يعني كما اللي بغيتي. بسم الله على بركه الله. غادي نبدا بالتخليط، المكونات ديالي، وغادي نبدا نخلط. ماء دافئ، الا بغيتو تعوضوا الماء بالحليب عوضوه، الاختيار كيبقى ليكم. يعني العجينه راه ما كتجيش خفيفه بزاف كما غادي تلاحظوا معايا. مازال غادي نزيد واحد الرشيشه، عفوا، غادي نكمل دابا بالجمع العجينة ديالي. نكمل دابا سيداتي بجمع العجينة ديالي ونعاودو نتلاقاو. سيداتي كما كتلاحظو معايا، أنا جمعت العجين ديالي على هذا الشكل هذا، يعني كما كتشوفو راه ما كيجيش خفيف وما كيجيش قاصح كما كتشوفوا. دابا غادي نجمعها،
الاخوان. دابا غادي نغطيها فيلم اليمونتير. وغادي نخليها تخمر. يعني الا بغيتيو تزيدوا لا شي منديل ولا شي حاجه زيدوه كما غادي ندير انا دابا حيت الطقس بارد. يعني على حسب الجو في الصيف ما كنحتاجوش كنديروا لا غير ميكا كتخمر. دابا البرد يعني لابد من ما تزيد لا شي حاجه على حسب الطقس بارد بزاف. دابا غادي ندوزو نخليها تخمر وغادي ندوزو باش نحضروا الحشوه ديالنا. سيداتي من بعد ما ردينا العجينه ديالنا تخمر دابا غادي نحضروا لاصوص طوماط. يعني غادي نحضروا لاصوص طوماط وبصله وفلفل. انا غادي ندير مطيشه 3 مطيشات محكوكين مع معلقه كبيره في لاصوص طوماط مع معلقه كبيره ديال مطيشه ديال معلبه مع ثومه محكوكه جوج ديال الدريسين هادو في انا غادي نصوبهم حداكم. يعني هادو في لاصوص طوماط اللي غادي نصوب. بغيتيو تضيفوا الزعتر ضيفوه. انا يعني ما كتعجبنيش النكهه ديال الزعتر بزاف كنديرو غير في لاباط وصافي. غادي نضيف زيت الزيتون الى بقات لي الزيت راني غادي نصوب بها البصله. يعني انا ما غاديش تضيح. دابا غادي نجيب ملعقه صغيره غادي نضيف التوابل كما غادي تلاحظوا معايا. غادي نضيف الفلفل الاحمر درت هنا ملعقه صغيره. غادي نضيف الملح وكذلك القليل من الابزار يعني الراس ديال المعلقه تقريبا. سيداتي كما كتلاحظوا معايا غادي نقوم بتخليط المكونات كاملين. غادي نغطيهم يغليو. ونكملو. غادي نحتاج بصلتان وفلفل كبيره. هاد البصله هادي غادي نقطعها مشلضه كما غادي تلاحظوا معايا. والفلفل انا قطعته دوائر كما كتشوفوا باش هما غادي نشحروهم في مقله وحده اخرى. دابا غادي نضيف ندير لاصوص طوماط ديالي تشحر ونرجعو نكملو. سيداتي كما كتلاحظوا لاصوص طوماط ديالي هاي اللي كطيب. يعني مازال شويه وتشحر. الا بغيتو تزيدوا له شويه ديال الكمون زيدوا هنا. انا راني زدت شويه نسيت ما قلت لكمش مع التوابل. كنكون ضقوا شويه هذيك من الملحه. يعني صوص الطوماط ديالي هذا غادي تزيد تشحر واحد شويه وغادي نطفي عليها. سيداتي كما كتلاحظوا معايا البصل ديالي انا قطعته رقائق. دابا غادي نضيفه في المقله. هذا غادي نضيف ملح
كما كتشاهدوا معايا نتمنى ان الصوره تكون واضحه بالنسبه لكم. غادي نضيف قليل من الابزار غادي نضيف زيت الزيتون على هذا الشكل هذا سيداتي وغادي نرد تشحر فوق نار هادئه. من بعد ما تشحر لي البصله غادي نضيف فليفله سيداتي. من بعد ما رديت البصله ديالي تشحر على ما تشحر شويه عاد غادي نضيف فليفله على جانب كما غادي تلاحظوا معايا يعني باش ما نقويوش علينا قوه اللواني. لقيت العجينه ديالي ها هي دي خمرات كما كتلاحظوا معي هادشي على جنب. يعني لافابو راني صوبته مزيان حكيتو غادي نوضع دقيق يعني باش كنحاول اني نجمعها على هذا الشكل هذا. دابا غادي نزيد واحد الموس وغادي نقطعه في النصف باش تخرج لي جوج ديال البيتزات مقادين كما كتلاحظوا معي. غادي نخلي هذا غادي نرش لافابو بالدقيق وغادي نجيب مدلك يعني بغيتيوها ديروها دائرية ديروها دائرية وبغيتيو مربعة ديروها مربعة نتوما الاختيار ديالكم. انا غادي نشوف الى جاوني الدوائر كبارين غادي نضطر اني غادي ندير زعما مربعة. جاوني دوائر يعني جاو دوائر مقادين راني غادي نخليها غادي دابا غادي نبقى نهزها هكا. شوف كما كتلاحظوا معايا يعني باش كتزيد ترقق لكم وما كتعذبكم. شوف بهذه الطريقه هذه هون دابا غادي نستمر في نفس العمليه كما كتلاحظوا معي. العجينة راه دابا تجمع كنظن بلي حنا راه بركة عليها مازال لي هاد الجانب هذا. دابا غادي نحاول نشكل. انا كنظن ما غاديش تصوب لي دائرية يعني دائرية كبيرة على التبصيل على ما اظن. غادي نحاول نقدها كنظن سيداتي انا غادي نديرها فهاد الاثناء ديال راني كنبدا ناخذ القياس ديال الطبصيل كنظن راه غادي تجي مدوره. غادي نحاول نقطع على شكل دائري
انا كتعجبني رقيقه بزاف يعني كنحاول نرققها ما امكن. يعني كان عليا نقسم داك العجينه اللي درت داك الكميه على ثلاثة. سيداتي كما كتشوفوا هذا الشكل ديالها دائري كما كتلاحظوا معي. دابا غادي نجيب الطبسيط غادي ندهنو بالقليل من الزيت باش نشوف نيت البصل ديالي. ندهن التبصيل بقليل من زيت المائدة يعني غير غادي ندهنو صافي كيما غادي تشوفو معايا حيت موقعليش البلاصة كيما كتشوفو. أنا غادي ندهنو فانا علاش كنت كنقبط القياس حيت الطبسيل عندي صغير ما عنديش الطبسيل كبير يعني كنحاول اني نجيب القياس نيشان. دابا راه كنظن راه كبيره يعني في جميع الاحوال دي بحيث ديما كتوقع لي هكا كتبقى مربعه كما كتلاحظوا معايا يعني جات كبيره. غادي نضطر اني غادي نقلبها يعني مربع على شكل التبصيل حيت ما خديتش القياس هو هذاك في الاول كما كتلاحظوا معي. واخا حاولت ما امكن اني نخليها تكون دائريه يعني كنحاول جميع الاماكن يكونوا نفس الرق. يعني واخا تبداو تطلعوا هكا على الجوانب معليش المهم تجي رقيقه بالنسبه ليا. بعدا دابا غادي نجيب يعني فرشيطه ما غادي نخلي حتى بلاصه بلا ما غادي ندقها سيداتي على هذا الشكل. هذا يعني انا تقبت جميع لاباط ديالي كامله بالفورشيط. دابا غادي نديرها فوق نار هادئه طيب غادي نشعلها غير من التحت يعني غير باش تشد العجينه تشد راسها وعاود غادي نخرجها باش غادي نوضع الاخرى. سيداتي من بعد ما رديت لاباط ديالي طيب بقيت البصله هي ديرها تذهلبات شويه يعني ما بقاتش قاصحه. دابا غادي نرد على جانب كما كتشوفوا كنحاول نخلطها هكا غادي نضيف له فلافل في هذا الجانب هذا يعني ما غاديش تحتاجوا انكم ديروا بحاجه يعني مقله واحده اخرى باش ما تقولوش خوت شخصين وفي نفس الوقت يعني نخرجو لكم شلواني بزاف كتخوطو وغسل شلواني مكيبغيوش يتسالاو. أنا كنفضو غادي نديرها بهاد الشكل هذا
وبصله مره غادي نبدا نجي نخلطها على ما تصوب لي، يعني على ما تشحر لي مزيان. نخلي داك الساعه الفلفل تشحر على خطره، ومن بعد عاد غادي نسقيهم بجوج وندير في نفس داك الزويته اللي كتبقى ندير فيها لادان. يعني في نفس الوقت ما كتضيعوش الزيت وما كتضيعوش وما كتبقاوش عليكم اللواني. دابا غادي نغطيها باش يعني باش الفواكه يرجع لها تصوب رياضيه، ونعاودو نتلاقاو. سيداتي البصله ديالي عفوا البصله ديالي ها هي دي تشحرات، انا ستيتها في هاد الزلافه هادي. دابا غادي نحط بصيل وغادي نستي فيه الفلافل، وسبقى لي هاد الزيت هادي المتبقيه غادي نصوب فيها لادند. يعني كما كتشوفوا مقله وحده صوبت فيها كلشي، والزيت نيت اللي كتبقى لي من اي من البصله من الفليفله كنطيب بها عاود لادند. يعني ما كنقويش عليا اللباني وفي نفس الوقت ما كنضيعش الزيت. دابا غادي نجيب لادان ديالي وغادي نصوبو في داك الزيت، من بعد ما غادي ندير له شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار. سيداتي كما كتشوفوا لاباط ديالي ها هي دي وجدات، باش تعرفوها طابت من التحت حركوها غير هكا في الطبصيل. اذا تحركات يعني بحال فاش كنديروا البسطيله، البسطيله كنقلبوها في الصينيه ديالها، الا تحركات النار ها طابت. يعني البيتزا الا تحركات هكا لاباط صافي راه طابت، يعني ماشي طاب داك الطياب اللي بغينا، انما يعني صافي شربات باش على ما تكمل عاود مع التعميره ديالها. كما كتلاحظوا معايا هذا هو التحمار. دابا غادي نحيد انا الطبصيل وغادي نوضع البيتزا الثانيه ديالي، من بعد ايضا ما ندهن الطبصيل. نتوما الا عندكم طبصيل كبير يعني حاولوا انكم ديروا كل شيء بداك الطبصيل، يعني باش ما تبقاوش هكا. انا عندي هذا صغير ديال الكوزينيير، يعني اضطريت اني غادي ندير يعني وحده بوحده. سيداتي بعد ما سالي الطياب ديال لاباط ديالي انا رديت لادان يتقلى، كما قلت لكم من بعد ما درت له شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار. دابا غادي نخلي لادان ديالي يتشحر على خاطرو وغادي نرجعو باش نعمرو البيتزا ديالنا. سيداتي كما كتلاحظوا معنا البيتزا ديالي لاباط هي دي واجده، باش غادي نزينها صوص طوماط هي واجده، الفلفل كذلك و البصل. غادي نحتاج لاداند اللي حتى هو حضرته معاكم، غادي نحتاج زيتون اخضر مقطع دوائر صغيره، وغادي نحتاج جبن. انا هنايا عندي الجبن الاحمر، ان نتوما تصوبوا اي جبن بغيتيو بالضروره يعني غير يكون مفروم. بسم الله على بركه الله غادي نبداو. غادي نوضع صوص الطوماط ديالي، غادي نحاول نقسم ما بين البيتزا الاولى والبيتزا الثانيه، يعني نعدل بيناتهم. كندهن الوسط الجوانب كلشي،
ديالي كما كتلاحظوا انا صوبتها كامله بلا صوص الطوماط. ندخل شويه غادي نجيب البصل وغادي نبدا نشتت بهذه الطريقه هذه. يعني باش توزع ليه كما كتلاحظوا معي كنحاول ندير جميع الجوانب يعني ما نخليش باش الجهة شي طرف يجيها عامر. غادي ندير دابا لاداند كما كتلاحظوا معايا راكم الخصيار بغيتو تصوبوها بالطون صوبوها بالطون او بالكفته. انا هاد المره فضلت ان نصوبها بلا داند. المره الجايه ان شاء الله فاش نصوبها بالكفته نصور لكم الطريقه ديالها. كما كتشوفوا انا راني كنطلع معاها بالتساوي باش ندير كل بلاصه حقها. كما كتلاحظوا معايا يعني صوبت جميع البلايص يعني تفقد شي حاجه. دابا غادي نوضع الزيتون حتى هو كذلك غادي نحاول نمشي يعني بلاصه بلاصه. كما كتلاحظوا غادي نوضع دابا فلافل يعني بهذه الطريقة هذه. دابا غادي نوضع الجبن كما كتلاحظوا معي اخواتي الكرام. البيتزا ديالي ها هي هادي. دابا غادي نوضعها في الفرن غادي يذوب شويه الفرماج وغادي يطيب هي
ومن بعد نوريكم شكل ديالها النهائي. سيداتي كما كتلاحظوا البيتزا ديالنا هي دي وجدات، نقطع لكم تشوفوا راها مازال سخونه. يعني راه جات فتيه كما كتشوفوا، غير الجوانب بحيث خليتها في الفرن مده طويله، يعني جات بحال اللي كتجي في المحلات ديال البيتزا. شوفوا سيداتي، نتمنى تكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم. ما تنساوش تابوناو معايا في قناه مطبخ داري، ونهاركم مبروك.